السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. كثير من الأزواج الجدد يشتكون من ليلة الدخلة، أول ليلة في اللقاء، والنبي الأكرم طبيب الأمة أعطانا وصفة ميسرة فيها البركة وفيها التيسير وفيها الحسن الحصين. من ذلك أن الرجل حينما يريد أن يؤتي زوجته عليه أن يتوضأ ويصلي ركعتين، ثم بعد ذلك يتقدم إلى زوجته ولا يرتمي عليها، كما قال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: لا يرتمي أحدكم على زوجته كما ترتمي البهيمة على بهيمتها، وليكن بينهما رسول. قيل: وما رسول يا رسول الله؟ قال: القبلة والكلام. فلابد من المقدمات، قبلة وكلام وإحساس مرهف أولا. وهذا مصداق لقول الله عز وجل: وقدموا لأنفسكم، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم وأن شئتم وقدموا لأنفسكم. قال العلماء: معنى تقديم للأنفس يعني القبلة والكلام والملامسة والتهيئ النفسي. بعد ذلك سن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم أن يدع الرجل يده على جبهة المرأة ويقول الدعاء المأثور: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. ويسن للمرأة كذلك أن تقول نفس الكلام، تقول لزوجها: اللهم إني أسألك من خيره وخير ما جبل عليه، وأعوذ بك من شره وشر ما جبل عليه. لماذا؟ لأن النفس البشرية فيها طباع، كين هناك الإنسان الغضوب، الإنسان الحقود، الإنسان المعتدي، فكل هذه الصفات السلبية تزول ولا يبقى إلا الطيب الرقيق العاطفي المشرق. وبعد ذلك لما يتم هذا اللقاء لابد أن تقول في الإيلاج: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، لأن هذه العلاقة هي حرث، وكأن المرأة أرض والرجل محرات، سوف ينجب الذرية، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وحينما ينتهي الإنسان لابد أن يقبل زوجته بين عينيها ويهدئها، فإن قدر الله وكتب بينهما مولود جاء ذاك المولود جميلا وسيما ورقيق الطباع. أسأل الله تعالى أن يديم السعادة والبهجة على كل الأزواج والزوجات. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.